ابتدى المزيكا رحنا تارا را 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 تي را تي را 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 زير از لايك مان. قلت الراجل يبص لي كده مش عارف ايه والله العظيم، قاعد مستغرب كده هو ايه عمال يفسر، وانا ايه انا اجنبي ولا الواد ده هندي ولا يعني هو بيقول ايه. لبست في دماغه ان احنا بنتريق عليه، فقلت فراوله ايه، افتكر الفراوله، والفراوله كانت بتضايق ال وكانوا فاكرين انها يعني حاجه تريق. قال لك فراوله انت هتتريق علينا يا هاد، قال لي انت هتتريق علينا يا هاد. هو قال، قلت له انا مش سامعه، قلت له يا حاج بتقول حاجه. راح لقيت العصايه جاي حسني ده جاي ياخد يعني جاي يكلمه، راح لابسها في دماغه. انا رحت ناطط من ورا الاستيدج، كانوا حاطينه على بسين، على بسين يعني هو سور كده وراه البسين، على طول تنط البسين على طول. احنا بننط، انا فاكر دي ارض يعني في نجيله ولا بتاع، نازل بقينا نايمين طالعين بنجري من النادي كلنا يا حمود، كلنا مبلولين يعني ما فيش حد، طالعين من البسين احنا عمنا البسين لغايه ما طلعتوا على الضفه الثانيه ومروحين بيتنا بنجري في الشارع واحنا مبلولين طالعين من البسين. دي فراوي بقى، بس انا بقول لكم يعني ايه، انما ليها معزه خاصه جدا عندي ومش هنساها، وعشان كده ذكريات مغامره. عملت لك مفاجاه النهارده، انا روحي هتطلع حبيبي والله العظيم روحي هتطلع. يلا ايه
سالوت رشش. يلا عمله.